اول دايره بتقول ايه؟ الرؤيه. ياما شركات كبيره وياما مصانع وشركات وافكار ومنتجات وحلول ومشاريع وحاجات غيرت مجرى العالم. يعني لو قلنا مايكروسوفت فين من الكره الارضيه؟ ابل فين من الكره الارضيه؟ هم الناس دول اللي بيسوقوا الكره الارضيه اساسا. لو قلنا الاي اي فين من الكره الارضيه؟ لو قلنا الناس اللي عملت الكلام ده البدايه حلم رؤيه فيجن بيل جيتس واخد شهاده ان هو ابلى. سبب الرفض ده جه عند بيل جيتس من الجامعه ابلى ضايع مش فاهم عبيط متخلف بلا بلا بلا. يلا قول يا عمك فين؟ شرفتنا فرصه سعيده مع السلامه اطلع بره. عنده حلم فكان بيل جيتس وبقت مايكروسوفت. ستيف جوبز قصه ملهمه لما ناشونال جيوغرافيك راحت عملت تقرير مع جيرانه قال لك ده سكير وعبيد وضايع وفاشل كنتاكي بدا يفكر بدا يحلم. الراجل اللي صورته في كنتاكي ده بدا يحلم بعد سن ال 65 بدا سن ال 65 وعمل واحد من اكبر الامبراطوريات الفاست فود في العالم. متخيلين بدا وعنده 65؟ طب ده معناه ايه؟ ياكد كلامنا اللي بدانا بيه. فانت لما هتظبط دول اقل مجهود يفرق. طب ده انا 65 وهموت في ال 70 من 5 سنين وفات 65 طز في اللي فات وطز في اللي فات. طالما انك ظبطت الدوايه دي اقل مجهود مع اقل عمر يفرق. عشان تبقى مؤثر مش منتشر. عشان تبقى فاعل مش كتير. عشان تكبر مش تورم. عارفين الفكره دي يا محمد؟ فانت work smart do not work hard. تعمل بذكاء لا تعمل بجد. رؤية. ما معنى الرؤية؟ الرؤية هي الضوء في آخر النفق. الرؤية هي اللي تساوي أنت شايف نفسك فين بعد فترة؟ حضرتك فين بعد 5 سنين؟ طبعاً هنقلب كلنا بقى مؤمنين. عند ربنا بقى هنقلب كلنا بقى إيه بقى؟ الإيمان عالي. مرة واحدة طلعت لي كده في جامعة عين شمس. قالت لي يا استاذ احمد يعني انت بتتكلم في ده ابوك ده بتاع ربنا. الله عايز انزل بتت الشعراوي بقى ده انت غير كده. حضرتك فين بعد 5 سنين؟ هتقول لي يا نجمة حسن انت فين بعد 5 سنين؟ انا خدت دبلوم كورس ودوره وشهاده وخرجت انت فين بعد 5 سنين؟ لا لا ده انا هقول لك بقى طبعا هيتوهني هقول لك انا بقى احنا بص احنا عندنا كامب في المكان الفلاني وبعدين لما اخلص الدوره دي هاخد الدوره دي وبعد ما اخلص الدوره دي عندي بقى توفل همتحن فلما هعمل حاجه انا منحه وبعدين انا مش شايفك. جاوبني انت فين بعد 5 سنين؟ مره حد يقول ايه؟ انا بعمل كذا 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 هو انا كده ماشي صح؟ اقول له انت تبقى فين عشان اعرف اقيس اللي انت بتعمله باللي انت عايز تكون هناك عشان اقول لك صح ولا غلط؟ اذا كنت لا تعرف أين يجب أن تكون؟ كل الطرق تؤدي. يعني أنا هعرف منين إن أنت ماشي صح ولا غلط كده؟ قول لي أنا رايح اسكندرية. أبدأ بقى أشوف أنت في طريق الصعيد، أنت رايح أسوان، أنت أبدأ أدرس معاك الموضوع. لكن لما تقول لي أنا مش عارف أنا رايح فين؟ طب ما أنت لو رايح الصعيد ينفع، رايح اسكندرية ينفع، رايح مطروح ينفع، رايح أي حتة ينفع. لو ما رحتش خالص برضه ينفع، أنت مش عارف تروح فين. أنت لازم تقول لي أنت رايح فين؟ ليه؟ انت مع مين؟ لازم تبقى عارف كل حاجه. اقول لكم على حته توجع شويه. انتوا هتستحملوني النهارده ولا مش هتستحملوني؟ لا خلاص بقى. هو انا ضيف محاضره وهجري فانا هقول اللي عندي واجري على ربنا و... لما بنشتري هدوم هدوم بنسال نفسنا 70,000 سؤال. هو البدله دي الماني ولا ايطالي؟ طب هو قطنه؟ طب هو لما طب كميه الاسئله هو جابها مستورده ولا هو جاب من قماش؟ طب هو فصلها؟ طب العربيه دي اتجمعت في كوريا؟ طب جت من كوريا؟ طب هيونداي لما فتحت كميه اسئله على حاجه في الاخر مالهاش اي لازمه. وبنستخسر نسال اسئله زي دي على ذواتنا وعلى نفسنا.
انت رايح فين وايه منين ومين وفين وايه وليه ومين وصاحب مين وده الدنيا ده السفيه ازاي وهيعمل معايا ايه. انت هنا احنا اولى من هنا احنا اولى من 50 سؤال عشان حضرتك تشتري حاجه للعيد او طرفين قايل بس احنا اولى ذواتنا اولى قلوبنا اولى عقولنا اولى وجدالنا تركيبتنا اولى. وانا شكلي كده حب اه والله حضرتك شكلي طب وانا كده بقيت اه والله انت هايل. طب ممكن تكرر نفس السؤال بقى عن جوه وانا جوه كده حب وانا هنا بفكر صح وانا المايند سيت بتاعي الدايركشن بتاعه صح. هي دي افضل طريقه تفكير؟ هو ده افضل اسلوب؟ هي دي افضل حياه؟ لازم صح ولا لا؟ الرؤيه احنا فين بعد 5 سنين؟ اول ما تجاوب على السؤال ده ايه اللي يحصل؟ تبدأ تلتقط الانفاس. انا عايز مثلا افترض اتكلم عن نفسي انا كاحمد مثلا عندي وثيقه زي بتاعه وصيه الموت كده حاجه اسمها وثيقه الحياه. اشمعنى قعدنا سنين يقولوا لنا وصيه الموت؟ طب ما تعمل وصيه الحياه. فانا عامل حاجه كده كاتبها عندي قدامي رؤيتك ايه؟ رؤيتي بتساوي انا كاحمد اكون واحد من اهم المؤثرين في نقل المعرفه. انا عايز اكون بعد 5 سنين واحد من اهم المؤثرين في نقل المعرفه. دي الرؤية؟ اه. يعني عرفت انا رايح فين؟ اه. اذا انا اب وزوج واخ وموظف رايح في الاتجاه ده، انا كلي رايح في الاتجاه ده. ممكن تقول لي اب طموحه انه يبقى مؤثر في نقل المعرفة ده هينعكس على عياله ازاي؟ وهيعمل كل حاجه مع اولاده، بس دي هتبقى فوكس ده اكتر. يلا بقى اوريها دي لهم معرفه ازاي. تقول لي بصراحه مش قادر اتكلم معاهم لان هم بيدوشوا لي. انت ما ينفعش اساسا تبقى مؤثر في نقل المعرفه. رؤيه يعني ايه؟ يعني اتصبغت. عارف انت يقول لك ايه؟ لبسه عفيه ده. اتلبست بالرؤيه بتاعتك. ومعناها ايه كمان؟ معناه ان كل حاجه بعملها في حياتي اوتوماتيك جنريتد كويستشنز جنريتد بروسيجرز بتخلق خطوات وبتخلق اسئله في الاتجاه. طول ما انا ماشي عمال اقول ايه؟ عمال اقول علاقتي اللي بعمله ده بنقل المعرفه. داخل العماره ولقيت البواب. تقدر تاثر في البواب في ال 30 ثانيه اللي انت داخل فيهم وخارج فيهم؟ بيبقى بالنسبه لك اكسرسايز. ان في واحد قبل كل يوم على الاقل بتشوفه مرتين وانت خارج وانت داخل. المده عباره عن 30 ثانيه. حلمك انك تكون مؤثر في نقل المعرفه. يلا ورينا هتاكت معاه ازاي. اكسرسايز انت مستمتع بيه لانه بيصب في الحلم بتاعك. الحلم واحد من اهم الادوات اللي تخلي عندك الشغف مشتعل ومنتقد دائم. بلا رؤيه بلا شغف، بلا شغف بلا رؤيه، العلاقه بينهم رايحه جايه. انا عايز اكون هناك؟ اه. اذا اسخر كل شيء في حياتي عشان اكون في الرؤيه دي. عشان اتحط في السالب ده. عشان اكون الحلم اللي انا حلمته. طب ودراستي؟ الله خدم على الرؤيه بالدراسه، بالكورس، خدم على الرؤيه بالمهارات، خدم على الرؤيه بالعلاقات، خدم على الرؤيه بكل حاجه، وهنتكلم عن ده بالتفصيل. في الدائرة الرابعة اللي هي الأدوات. عرفت أنت رايح فين؟ أول حاجة تهدى تتصل مع نفسك تجاوب على الأسئلة والألغاز اللي كانت موجودة مع ما سبق من تمارين